davanti. نعم شفت امور خدولنا طريق بدي فوت لاوضة الستي ستة تعيش انت باري لا سبب ما قلت لك بدي فوت لعند ستي قلت لك بدي فوت لاوضة الستي إيه ما عادت اوضتها شلون هيبا رح اشرح لها كنت مأجرها الاوضة بعرف وهي ارتحمي لسه ذكرها موجودة يا رجل احسن ذكرى بس الأوضة أجرناها وشلون بتأجروها؟ شو أوضة ستك لتأجرها ولا أوضة ستي؟ الأوضة أوضتي وأنا كنت مأجرها لستك ولما ستك ارتحمت أجرتها لغير ناس وشلون بتأجروا أوضة بغياب صاحبتها؟ خليها تيجي هي تطالبني فيها هي أنا عم طالبك فيها أخي بالمختصر المفيد عزابية ما منأجر وخصوصي لناس من نمرتك ولو بخليها فاضية ليش شو بها نمرتي؟ لازمها ضمان يعني واسع بايخة لا مو بايخة هيلا يا واسع هيلا 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 يا واسع هيلا 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 عطني يا قرار هيلا يا واسع هيلا 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 زبطي دخلك بدي اسألك انت متزوج ولا عزابي؟ لا عزابي مو هلا عم تقول ما بتقشروا عزابيه؟ ما هذا البيت بيتي وجا كان اذا كان البيت بيتك تقعد تبصبص على حريم العالم؟ لما بصير لك حريم بقى لا تستاجر عنا اه وين ورتي؟ اني ورتي؟ ورتي ستي موجودين عندي بالداكونه تفضل خذهم لمليه سوسه وبتغاز مسطوق وبقيت حمام وبقيه الفرش تبعنا ونحن كنا عايرين اياه كمان في شحاطة لإلها فردة 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 جلد وفردة خرز مظبوط فردة خرز هي نسجت لها بالسجن أخذت معي نهارين 365 حبة خرز وينها؟ موجودة قلالي شفطوها أو أكلتوها علي شنو هي شحاطة ستي هي فلكلور رح حط لك الورتة ورا باب صقاق وانت ما بتجي بتبقى انت تتحى لا خليها وينك عندك اماني شنو انا بلكي بكرة تجوزت باخذ اوضة ستي ستي رحمة الله عليك يا ستي لمين اجرتوها اجرناها لطالب جامعة هو واخته ها يعني عن طريقك انت تم التأجير شنو ما في دلال غيري بالحارة طيب وليش ما خبرتني اخي ابو عنتر مشاغل كتير نسيت شنو كنا رح نتبلال الزلمة ليش بدي اكل علي شحاطة ستي اوف وبعدين اعترف فيها وينك البيس وامشي معي دوي من شان تكون شاهد على المشكلة اللي بدي ساويها لك يا ابو عنتر ليش المشاكل ومع مين وليش وامتى امتى هلأ مشان ايش؟ مشان ارجع الحبس ومع مين؟ لهلا ما بعرف على هوا التيسير هلا ما اتفقنا ما في مشاكل وتجرب الشغل عندي كم يوم طيب وين بدي نام انا بالطرقات؟ الليلة بتنام عندي وبكرة منلاقي لك دوبارة مثل ما لقينا لابو الخور تفضل بس ما يكون فيها سئلة هي فيها سئلة بس مو مشكلة ها افتكرت خذ لنا طريق يالله